وزارة الداخلية بتنفذ مبادرة هي اسمها مبادرة كلنا واحد، والمبادرة دي لتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار إلى درجة كبيرة جدا بتعتبر مخفضة عن نفس السلع دي اللي موجودة بره. وده يمكن الرئيس هو الحقيقة اللي كان مشدد على الموضوع ده، انه يبقى فيه برضو شق خدمي لوزارة الداخلية ولعدد كبير يعني من الوزارات. بنتكلم على توفير زي مدرسي، مستلزمات مدرسية في كل محافظات الجمهورية، وعشان نبيع الزي المدرسي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للقضاء على جشع التجار وغلاء الأسعار. دي يمكن صور من هذه المستلزمات اللي هتكون موجودة، وهنشوفها أعتقد موجودة يعني في عدد من المناطق، وهتكون موجودة في محافظات الجمهورية، مبادرة كلنا واحد. فدي يمكن حاجة تبقى إيجابية شوية، عشان بس الناس من دلوقتي أو من فترة يعني، بس اليومين دول بالذات بعد أجازة العيد الناس قلقانة جدا من دخول المدارس. كلمة باك تو سكول دي بتشكل عبء عند الأهالي جدا، لأنه معناها باك تو ماني، باك تو مصاريف كتيرة جدا الحقيقة، وكل حاجة بقت غالية. زي مدرسي بقى غالي، جزم المدرسة بقت غالية جدا، شنطة المدرسة أصلا بقت بكام دلوقتي، حتى الشنط البسيطة قوي. فأعتقد أنه فكرة أن يبقى فيه مبادرات فيها توفير للسلع الأساسية والمستلزمات المهمة دي بأسعار أقل من بره، أنا بعتقد أن هي مفيدة جدا. النهاردة